أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. أوبيك بلس تمضي في زيادة الإنتاج المقررة سابقا وتبقي اجتماعها مفتوحا لمتابعة تطورات الجائحة. خطوة أولى كبيرة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء السعودي، ماذا سيتغير وماذا سيأتي بعدها؟ قرار في غاية الأهمية من أوبيك بلس بالمضي في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في يناير وفق ما هو مقرر سابقاً لسياسة الإنتاج، مع إبقاء الاجتماع مفتوحاً لمتابعة آثار الجائحة لاتخاذ أي تعديل ضروري في السياسة فوراً. القرار يأتي بعد حدثين أساسيين طرأا منذ اجتماع أوبيك بلس الماضي في نوفمبر. الأول هو قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية بهدف خفض الأسعار، والثاني ظهور متحور أوميكرون. هذان العاملان لم تتضح آثارهما على أسواق النفط بشكل كامل بعد، لكنهما يضعان التحالف أمام خيارات دقيقة. فمن جهة هناك القلق من عودة الطلب إلى التراجع إذا تزايدت الإغلاقات لمواجهة المتحور الجديد، وهو ما يدفع إلى الاستمرار في تقييد الإنتاج. في المقابل هناك ضغوط المستهلكين الكبار لزيادة الإمدادات للتخفيف من الضغوط التضخمية ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي. في الوقت الراهن تتوقع أوبيك حدوث فائض في المعروض قدره 3 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل 2022 بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعاً من 2.3 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة. لكن هذه التوقعات تبقى عرضة للتغيير بحسب تطورات الوباء. ضبابية وضع السوق لا تفرض نفسها على أوبيك بلس فقط، بل على الولايات المتحدة التي تقود الحملة للسحب من المخزونات. ويتضح ذلك من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تيرك لرويترز يوم الأربعاء بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات إذا انخفضت الأسعار بشدة. إذن مشاهدينا، سنفصل هذا القرار من أوبيك بلس مع مزيد من التحليل، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى مستقبل الطاقة. قرار الحكومة السعودية فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء وتحويلها إلى شركة مملوكة للدولة يشكل تقدماً إضافياً في إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع الكهرباء في المملكة. خطة إعادة التنظيم تم وضعها عام 2007، ومن ثم تم تحديثها عام 2014 للتحول بالقطاع من هذا النموذج البسيط الذي كان سائداً في التسعينات، حيث تتولى الشركة السعودية للكهرباء معظم أعمال التوليد وكامل أعمال النقل والتوزيع مع الاستعانة ببعض المنتجين الآخرين. النموذج الجديد المحدث يلحظ الفصل بين 3 قطاعات أساسية، وهي التوليد، النقل، التوزيع. وكما نرى هناك شركات متعددة لتوليد الكهرباء، وهناك شركة للنقل تم تأسيسها بالفعل عام 2012 ولا تزال مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وهناك قطاع التوزيع الذي ما زال أيضاً تابعاً للشركة السعودية للكهرباء بشكل كامل. لنفصل قليلاً في قطاع التوليد. هناك بالطبع الشركة السعودية للكهرباء التي لديها حوالي 65% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في المملكة، وهناك المنتجون المستقلون للمياه والكهرباء IWPPs، والمنتجون المستقلون للكهرباء IPPs، وهناك أيضاً المؤسسة العامة لتحلية المياه.
أيضا. هناك محطات الكهرباء التابعة لأرامكو والتي تشكل لوحدها 2.6% من طاقة توليد الكهرباء في البلاد. وهناك شركة مرافق التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وحصتها 2.4%. هؤلاء المنتجون جميعا يحتاجون إلى فرص متساوية لبيع إنتاجهم ووضعه على الشبكة، وهنا يأتي دور الشركة السعودية لشراء الطاقة المعروفة اختصارا باسم المشتري الرئيس، وهو دور أساسي جدا، فهي تشتري الطاقة من جميع المنتجين المرخص لهم وفق منافسة مفتوحة، وتعيد بيعه للجهة التي تقوم بالتوزيع، توزيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين، وهي التي تطرح مناقصات التوليد، كما تقوم بدور آخر مهم وهو شراء الوقود من أرامكو لتزود به جميع منتجي الكهرباء. وفي المرحلة الانتقالية يتولى المشتري الرئيس أيضاً بيع الكهرباء لكبار المستهلكين، والمقصود بهم هنا المصانع والشركات الكبرى التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة. لكن مستقبلاً في هذا النموذج لسوق الكهرباء التنافسية سيتم تحرير السوق بشكل كامل، وستكون هناك إمكانية للعقود الثنائية المباشرة بين كبار المستهلكين والمنتجين، وبالتالي تصبح المنافسة مفتوحة في السوق بحيث يختار المستهلك الكبير الجهة التي سيشتري منها الكهرباء. هذا الهيكل التنظيمي التنافسي لسوق الكهرباء ستتزايد أهميته في السنوات المقبلة مع زيادة حجم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى التي يتم بناؤها حالياً، فهذه تشكل فقط حالياً أقل من نصف النقطة المئوية، بينما ستصل إلى 50% من إجمالي المزيج بحلول عام 2030. وبالتالي لابد من مشتر مستقل ومنظم مستقل لشبكة النقل وموزعين متعددين ولتساوي الفرص بين المنتجين لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية ككل في المملكة. حول الإصلاحات في قطاع الكهرباء السعودي، قابلت الدكتور عبدالله محمد الشهري المحافظ السابق لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، وسألته بداية عن الهدف من نقل ملكية شركة شراء الطاقة من الشركة السعودية للكهرباء ووضعها تحت الحكومة مباشرة. المملكة العربية السعودية استثمرت على مدى العقود الخمسة والستة السابقة في قطاع الكهرباء وصناعة الكهرباء حتى وصلت لمراحل متقدمة جدا، وأصبحت تقدم خدمة من أفضل ما يمكن تقديمها حسب المعايير العالمية. والآن الدولة في توجه إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء، وهذا يتطلب إعادة نظر في ترتيب صناعة الكهرباء، ولذلك أعدت خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء تتضمن أولاً فصل أنشطة الكهرباء الرئيسية، التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة، ولكي نصل إلى المرحلة النهائية من إعادة الهيكلة وهو الوصول إلى سوق الكهرباء التنافسي، لابد من مرحلة انتقالية لنقل الشركة من التكامل الرأسي كما هي الآن تملكها شركة واحدة إلى شركات قابلة لإدخال منافسة القطاع الخاص. فلذلك أسس ما يسمى بالمشتري الرئيس، وبداية تملكه الشركة السعودية الكهرباء، ولكن ليكون كامل الحياد وليطمئن جميع المستثمرين أن هذا الكيان مستقل عن شركة الكهرباء التي تملك توليد ونقل وتوزيع، انتقلت ملكيته للدولة، وهذا يعطي اطمئنان أكثر لكل المستثمرين أن هذا كيان محايد
ونزيه بالنسبة للمستثمرين. ولكن دكتور، هل شركة شراء الطاقة سيكون دورها مرحلي إلى حين تحرير السوق بشكل كامل؟ تبدأ في البداية هي المشتري الرئيس لجميع منتجات الكهرباء من جميع المحطات، ولكن مع الوقت تبدأ بإعطاء أولوية للتعاقدات الثنائية لكبار المشتركين، ثم يزداد العدد شيئا فشيئا حتى يمكن إيجاد سوق الكهرباء التنافسي. عندما يتكون سوق الكهرباء التنافسي سوف يتقلص دور المشتري الرئيس ليكون هو الذي يقدم الخدمة لبعض الكيانات الصغيرة التي لا تستطيع أن تساهم في السوق، أو يقدم الخدمة للمنشآت الحكومية التي تريد أن تستفيد من وجوده. كيف سيتم التعامل مع تزايد دور منتجي الطاقات المتجددة وتحدي دمج تلك الطاقات على الشبكة وضمان الحيادية يعني ما بين جميع منتجي الكهرباء في المملكة، طبعا مع تنوع مصادر إنتاج هذه الكهرباء؟ الهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تراقب أداء المشتري الرئيس وتتأكد أنه يتعامل بحيادية مع جميع المنتجين، سواء من محطات الكهرباء التقليدية أو من المحطات المتجددة، وتبدأ في السماح لكبار المشتركين بالتعاقد مباشرة مع بعض المنتجين سواء من المحطات التقليدية أو من المحطات المتجددة، وكلما يزيد العدد المسموح لهم بالتعامل في السوق تبدأ المنافسة هي التي تسيطر على التعامل في السوق. فالمشتري الرئيس منظم من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وسياساته تخضع للسياسات التي تصدرها وزارة الطاقة، ولكن يتعامل بحادية مع جميع المنتجين. شركة شراء الطاقة ستطلق مناقصات لشراء الطاقة من المنتجين المستقلين، ولكن دكتور، أليس هناك منتجون مستقلون لديهم عقود شراء طويلة الأجل تم توقيعها سابقا، وفي حال وجودهم كيف سيتم التعامل معهم ضمن هذا النموذج الجديد؟ نص نظام صناعة الكهرباء على أن العقود القائمة حاليا تحترم حتى تفاد وقتها، إلا إذا اختار مقدم الخدمة أن يتعاقد ويجد عقود أفضل، فأيضا له الحرية في الاختيار، لكنه النظام يضمن لهم أن عقودهم تستمر باحترام حتى نهايتها. ما هو الشكل والدور النهائي للشركة السعودية للكهرباء؟ هل ستصبح مشغلاً حصرياً لشبكة النقل فقط بالمستقبل؟ الشركة السعودية للكهرباء تستمر ملكيتها لشبكة النقل، منظومة النقل، وقد تكون لها أيضاً مشاركات في شركات التوزيع، وقد يكون لها أيضا ملكية في نشاط التوليد، ولكنها تتعامل بحيادية عن طريق المشتري الرئيس. جئت على ذكر قطاع التوزيع دكتور عبد الله، قطاع التوزيع هل بإمكانه جذب لاعبين جدد في قطاع التجزئة هذا، وماذا سيتطلب الأمر لتحفيز مشاركتهم؟ قطاع التوزيع نشاطين مختلفين، النشاط الأول هو تقديم الخدمة، وهذا قابل للتنافس بسهولة لأنه ممكن يكون هناك في كل منطقة عدة شركات تتنافس على تقديم الخدمة للمستهلكين، وتكون هناك شركات توزيع في مناطق مختلفة هي التي تقوم بمد شبكات التوزيع وإدارتها وتشغيلها. فعلى مستوى شبكات التوزيع ممكن تكون هناك منافسة للمقارنة بنش ماركينج بين المناطق، ولكن تقديم الخدمة ممكن يكون منافسة مفتوحة ولعدد أكبر من مقدم الخدمة. الطلب على الطاقة الكهربائية تباطأ في السنوات الأخيرة دكتور عبد الله، وفي ضوء مبادرات يعني التي شهدناها وطنيا لرفع الكفاءة، لربما حتى شهد الطلب بعض الانخفاض مقارنة بالمستويات القياسية سابقا تاريخيا. كيف يمكن أن يؤثر ذلك في حال استمرار هذه النزعة على المنتجين المستقلين وعلى خطط تحرير سوق الكهرباء في المملكة؟ في السنوات الأربع والخمس الأخيرة كان هناك نمو بسيط في الحمل الذروي سنويا، ولكن الطلب على الطاقة كبير،
لأنه توسع المملكة اقتصاديا وعمرانيا يزيد من كمية الاستهلاك، لكن الحمل الذروي بقي تقريبا ثابتا على مدى 4 أو 5 سنوات ماضية، وذلك أولا لاختلاف مواعيد الإجازات الصيفية، والجانب الثاني لزيادة الاهتمام بكفاءة إنتاج الطاقة وتبعية التحكم في الأحمال. لكن المجال لا زال متوقع أن يكون كبير الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة للنمو الاقتصادي والتجاري والسكني في المملكة. أخيرا دكتور، ما المطلوب من خطوات قبل أن نرى تداولا مباشرا للكهرباء بين المولدين والمستهلكين الكبار، وما هو دور آلية السوق الفورية تحديدا في هذا السياق؟ بداية، أحد الواجبات على المشتري الرئيس مشتري الطاقة أن يشجع على تأسيس التعاملات الثنائية، فيسمح لكبار المشتركين للتعاقد مع بعض المنتجين، سواء تعاقد شهري أو تعاقد سنوي وبمواصفات معينة، ثم يزيد العدد تدريجيا بحيث يصير هناك إمكانية التحكم ومراقبة الأسعار وطريقة الأداء، حتى نصل إلى وجود عدد كافي من المتعاقدين الثنائيين والمشترين المباشرين الذي يسمح بفتح سوق الكهرباء. إذن نذكر مشاهدينا بقرارات أوبيك بلس التي صدرت قبل نحو الساعة المضي في زيادة الإنتاج المخطط له بمقدار 400 ألف برميل يوميا في يناير، مع إبقاء الاجتماع مفتوحا لمتابعة تطورات الجائحة في ضوء ظهور متحور أوميكرون. وللمزيد حول هذا القرار وتبعاته على السوق ينضم إلي من الرياض وائل المهدي، الكاتب المتخصص في شؤون أوبيك. وائل أهلا بك. كانت أوبيك تتوقع أن يقوم موسم الشتاء في قلب السوق من حالة العجز إلى حالة الفائض في الربع الأول من العام الجديد، حتى قبل أخبار السحب من الاحتياطات الاستراتيجية لأمريكا وعدد آخر من كبار المستهلكين، وحتى قبل ظهور متحور أوميكرون. ألا يستدعي هذا من حيث موازنة العرض والطلب قيام المجموعة بتجميد مستويات الإنتاج وعدم رفعه بـ400 ألف برميل يوميا في يناير كما كان مخطط له سابقا برأيك؟ طبعا أوبك لا يمكن أن تتخذ قراراتها بناء على الحركة اليومية في السوق أو سواء على الحركة المؤقتة. عندما نتحدث عن أمور مثل السحب من المخزونات الاحتياطية، هذا يعني أمر مؤقت محدود بوقت محدد ليس لديه أثر طويل، بينما اتفاق أوبك بلس يعني هو اتفاق طويل. الوضوح في الاتفاق أن الكمية معروفة مسبقا حجمها ومتى سوف تعود، فلا يمكن الإخلال بهذا الاتفاق بسبب أمر عارض مثل السحب من المخزونات الاحتياطية أو مثلا ظهور يعني موجة شراء أولية نتيجة يعني مخاوف من انتشار فيروس. طبعا بالنسبة لموضوع السحب بالذات، طبعا الأمر الذي يجب توضيحه للجميع أن السحب من المخزونات هو عبارة عن يعني إقراض، It's a loan. الحكومات اللي سحبت لابد أن تعيد ترجع تشتري هذا النفط مجددا لملء الاحتياطات فيه بعد فترة. فعمليا لا يوجد لديه أثر كبير على السوق، لأن يعني إذا ضخوا اليوم هذه كمية 60 مليون أو 70 مليون برميل، بعد شهرين من الآن سوف يعودون لشراء نفس الكمية، فراح يكون هناك يعني تقريبا الإفكت حقها النت زيرو، فلا يوجد مخاوف من هذا الأمر. بالنسبة للفيروس يعني أوميكرون، الأمر في البداية حالات بسيطة جدا، السوق فقط هناك يوجد لديه مخاوف مستقبلية، لكن السوق الفيزيكال الفعلية الأمر فيها مختلف. هناك عقود شراء، هناك يعني سكجول حق أو جدول للناقلات، هناك جدول للمصافي. احنا نتكلم الآن عن الآن سوف تصدر اليوم، سوف تصدر يعني أو أسمو اليوم يعني هذا الأسبوع سوف تصدر أسعار شهر فبراير لأرامكو. يناير انتهى،
المعروف مسبقا حجم الطلب، لا يمكن الإخلال بالكمية في يناير. فبراير يعني إلى الآن نحن مبكر الوقت لدينا للحكم على ما سوف تكون عليه الأمور في فبراير. ولربما هنا وائل يعني تبرز أهمية إبقاء أوبيك بلس لاجتماعهم الحالي قائما ومفتوحا، يعني هو ما زال إن سيشن، ما أهمية ذلك؟ طبعا لأن الأمر كله يعتمد على سرعة انتشار المتحور، عدم قدرة الدول على احتوائه، عدم وجود يعني لقاح لمواجهته. فهذه الأمور إلى الآن هي يعني مجاهيل في السوق، لكن ليست بالمجاهيل، يعني ليست هاي ريسك، ما هي عوامل مخاطر عالية. هنتكلم على المخاطر. شوف، اتفاق أوبك بلس عشان يتغير المسار لابد أن يكون هناك مخاطر عالية ومخاطر طويلة الأجل. إلى الآن لا يوجد مخاطر عالية ولا يوجد مخاطر طويلة الأجل، احنا نتكلم على أمور كلها أولية. طيب، السحب واضح وائل. يعني أسألك هنا سؤال آخر، ما مدى أهمية إبقاء أوبيك بلس؟ أو السؤال اللي بعد ذلك، يعني النقطة اللي بدي نتحدث فيها، أنه هل تعتقد بأنه في حال قام تحالف أوبيك بلس بتجميد إنتاجه فإن الكلفة السياسية لأي احتكاك محتمل مع أمريكا وكبار المستهلكين قد يكون أعلى من الكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، خاصة وأن هذه الدول تشتكي من ارتفاع التضخم، كما وأن المستوى السعري لسعر النفط الحالي ليس بهذا السوء بالنسبة للناحية المالية للدول المنتجة؟ نعم، شوف، أنا أرى أنه القرار اليوم كان ذكي جداً، لأن طبعاً السوق يعتمد على الإشارات، والسياسيين في العالم يعتمدون كذلك على الإشارات التي يعني ترسلها أوبك بلس. إذا أوبك بلس واصلت على إنتاجها الحالي عند نفس المستوى، عند نفس الاتفاق، فمعناه أن أوبك بلس تستهدف إعادة توازن السوق وليس أسعار. لأن الأسعار الآن بدأت تنخفض. لو أن أوبك بلس خفضت اليوم يعني إنتاجها في يناير، فالاشاره للجميع انه اوكي اوبك بلس يعني قرارها كان ردت فعل للتقلب السعري. لكن اوبك بلس الرساله اللي انا اشوفها ان اوبك بلس اعطت رساله للجميع، السعر مو ليس هو الهدف من هذا الاتفاق ولا هو الهدف من الكميات، الهدف هو يعني اعاده التوازن للسوق، وهذا الامر تم احتسابه مسبقا، لكن طبعا قابل للمراجعة شهرية. طيب، الاجتماعات أصبحت شهرية. واضح. وائل، بدقيقة، ألا تعتقد بأن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس في هذا التوقيت مفيد من ناحية استمرار لجم الإنفاق الرأسمالي للنفط الصخري الأمريكي الذي يتم تخطيطه الآن للعام الجديد؟ أتصور قرار سليم، لأن الهيدجينج بالنسبة لشركات النفط الصخري يعتمد على وضوح. إذا أنا أعرف الاتجاه الأسعار أو الهج من الآن، لكن إذا ما أعرف اتجاه الأسعار أو النت هج، فهم الآن يعني جعلوا زي ما يقول الأمير عبد العزيز دائما كل المنتجين on their toes أو on their nails، يعني على رجولهم وأظافرهم، يعني على رؤوس يعني أصابعهم. سؤال أخير فيما يتعلق بترشيح الأمين العام، نعرف بأنه هيثم الغيث المحافظ الكويت السابق هو أحد المرشحين، ما مدى أهمية هذا الدور باختصار شديد وائل؟ 30 ثانية. ولا أنا أرى يعني أن من فترة طويلة جدا لم نرى محافظ خليجي، وللأمانة يعني هيثم الغيص من الكفاءات المميزة جدا، كان محافظ يعني الكويت في أوبك. نعم. فبالعكس نحتاج محافظ خليجي. نعم. وكان قبل فترة كان هناك توجه لجعل محافظ كويتي آخر أيام المشكلة بين السعودية وإيران والعراق حول اختيار. لربما الآن بات الوقت مناسب جدا لهيثم الغيص بانتظار طبعا هذا القرار. شكرا جزيلا لك وائل مهدي من الرياض، وهذه نهاية مستقبل الطاقة، إلى اللقاء.